فاصيل وصديقة الفنانين رندا جبر، واللي أجرت أيضا حوار مع عيال عبد المجيد في أول ظهور إعلامي لهم عبر برنامجنا، نتابع. صباح الخير مشاهدينا. طبعا ولأول مرة ظهور إعلامي لأولاد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله محمد وعبد الله. صباح الخير. صباح الخير، يسعد لي صباحك وصباح المشاهدين اللي معانا. محمد، طبعا رح نبتدي مع الكبير عبد الله. عبد الله، بداية حابة أسألك، يعني غياب الوالد 6 سنوات عن الساحة في المسرح، العودة هاي كيف بتشوفها؟ أشوفها جدا مميزة أنه رجع الوالد وأخيرا، وأتمنى إن شاء الله أنه يطلع بالحفلات أكثر ليسعد جماهيره. محمد، قديش الوالد حريص أنه كل ألبوم أو كل أغنية، يعني أنا عرفت أنه دائما بسمعكم إياها. والله ما أدري، ممكن يعني رأينا مهم، يعني أنا أبوي يحس أنه ذوقنا إحنا كأولاده مهم جدا بالنسبة له، فأنه يعني يحس أنه بيكمل شيء لما يحس أنه إحنا مثلا حابين الأغنية أو موافقين عليها أو يعني يعني تقبلناها، فيصير نوع شوية من بوش عنده. طبعا مشاهدينا، هذا كان اللقاء الحصري والخاص مع أولاد الفنان عبد المجيد عبد الله. هلا رح أنتقل، ولقائنا رح يكون مع مين؟ عبد المجيد عبد الله. مع الوالد أكيد. ما أبي شيء، أنا جدا قنوع، ما أبي إلا أنت وكل تلو سما. ما صرت أفرق بين جمعة وسبت، من غبت عني ما أحس بالوقت، حتى الأمان في دنيتي ضايع، كل بدونك انتهت وضاعت. صباح الخير أستاذ عبد المجيد. صباح النور، يا هلا وسهلا فيكم. بداية أستاذ عبد المجيد، يعني بعد غياب 6 سنوات، العودة والعودة في دبي، شو عم بتحضر لجمهورك في على المسرح هذا العام؟ أبدا، يعني بحضر مجموعة أغاني آخر ألبوم، وبالإضافة إلى إرشيفي الموجود، وسعيد جدا بهال، يعني أنا فرحان من بشوف جمهوري، وفرحان أكثر أنه الحفلة حتتسجل وتتصور وبعدين تتمنتج وتنعرض للناس ويستمتعوا فيها. مرت سنة والعين يعشقها السهر، مرت سنة والشوق باقي ملمحة، مرت سنة والقلب ذاب حل هجر، مرت سنة والهجر عيام أستا. تهيئت الفرصة المناسبة وتهيأ المسرح اللي أحس أنه أنا يعني حيكون شيء كويس بالنسبة لي. الفرقة كبرت طبعا، المكان حلو، ليش ما تعمل حفلة إذا كان كل الإمكانيات دي موجودة عندك؟ فأنا كنت أستني فرصة، أنا كنت مبتعد عن الحفلات العامة المباشرة لأسباب كثيرة طبعا، بس هذه فرصة أنه الواحد يعني الحفلة دي ما تقدر تقدمها إلا كل سنة مرة، بس لا أنا ما عندي مانع أسويها كل شهر لو بهالمستوى يعني. ودعت عام وقابلك عام ثاني، تعال نقضي العمر في حب ونيام. هو آخر ألبوم كان سنة 2008، وكان ميني ألبوم، وبعدها صار ألبوم ميني ألبوم بعدين ألبوم. ما أدري، يمكن الأحداث اللي مرت الأخيرة دي عطلتنا، حتى تسجيلاتنا في القاهرة. القاهرة الفترة دي كان شوية فيها يعني لو كنا بنجهز، فممكن الظروف السياسية شوية عطلتنا كمان في إن إحنا نقدم، أنا وزملائي الفنانين نقدم ألبومات، بس أعتقد إنه الأوضاع إن شاء الله إنها تتحسن، لأنه إحنا ما بنسجل بس في الخليج، بنسجل في الخليج بعدين نختار نروح القاهرة، نختار عازف من لبنان أو تركيا أو يعني هي كده الخلطة الفنية. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعين. سهم عجبني بس، لكن ما يمنع انه مشروع التعاون قائم
بيني وبين خالد الشيخ في ان شاء الله مشروع كده يعني اتمنى ان شاء الله انه يكمل يعني يا رب يا رب. سهم مجتهد متجدد تركي ايضا متجدد اعتقد انه ليش لا يعني اذا انا لقيت ماده حلوه يعني من الاخوان دول. بتعتبروا نفسكم انتم مطبخ واحد لما بتجتمعوا مع بعض؟ طبعا 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 حلوين حلوين الشباب وطبعا بلا شك انه الاسماء اللي ذكرتيها اسماء لها مكانتها يعني موجوده. الله اكبر عليهم فريحوني في حبك. الله اكبر عليهم ما ريحوني في حبك. قالوا عادوا في حكيهم قسوا على قلبي قلبك. قالوا عادوا في حكيهم قسوا على قلبي قلبك. الله 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 اكبر عليهم. في المؤتمر الصحفي انت قلت انه بخصوص الفيديو كليبات انك انت اخذت قرار انك ما تصور اي فيديو كليب لحتى انه عم بتشوف انه انت كونك كفنان سعودي وهناك اغاني رومانسيه ما بتحب انك تتخطى حدود معينه. نعم. ولكن يعني بتاريخك الفني ومتابعتنا لك انه ما في ولا فيديو كليب حضرتك تخطيت فيه الحدود حتى في الاغاني الرومانسيه. هل هذا ممكن يمنع انه يعني هل بتحس انه هذا فعلا حاجز اساسي؟ لا لا هو يعني الآن أنا بحكي طال عمرك عن الأغنية المصورة الخليجية يعني محتاجة إعادة نظر في الطبخة يعني طبخة التصوير والدراما واوا تكون مقنعة. يعني لو أتكلم عن نفسي أنا أقول يعني خليني أحكي عن نفسي أنا ما عندي استعداد إني أصور اللي صورته. الأغنية العاطفية بتضطر إنك أنت تكون يا راوي يا يعني انك تمثل دور المحب. هذه ملينا منها بصراحه صارت ممله وممله للمشاهد ولي ولكل واحد. ما اعتقد لو في فكره حلوه افكار في افكار جديده اكيد في افكار جديده انا لو مخرج كان صورت بس في اكيد في افكار عند الشباب ممكن يطلعونها بشكل مناسب. اكيد يعني فكره الفيديو كليب دي قائمه الى ما يعني قائمه طالما لقيت الفكره يعني لقيت المخرج اللي طلعني من الروتين اللي انا شفته فيه يعني ما اعتقد اني اكرره زمان يعني. هدوء سكون صمت شاح لا رفيق لا صديق. مع فكره محمد وعبد الله ابنائك خبروني خبر انه قديش انت حريص حرص كامل على العلم يعني حتى انه عرفت انه لو اي احد من ابنائك تغيب في حضور سواء المدرسه يعني هاي بتكون جريمه جريمه يعني يشيلوه كنت مسخن تروح البيت غير كذا ما في اي ظرف طارئ ممكن يعني حريص عليه جدا ذا التعليم يعني كفايه انهم يعني هم اتنقلوا من دراستهم من الكويت للسعوديه فهذه عطلتهم سنتين يعني فبحاول اشد معاهم يعني الحمد لله سلكوا الآن والحياة سعيدة الله يخليك ياهم. أصحابي دحين مش أولادي أصحابي فعلا يعني في مثل بقول لك إذا كبر ابنك خوي. لا أنا صاحبتهم الحين. الله يخليك ياهم. فنان القدير عبد المجيد عبد الله أنا بتشكرك على هذا اللقاء المميز وشرفتنا في برنامج صباح الخير. الله يعطيك شكرا لك. شكرا للمشاهدين. شكرا. شكرا مشاهدينا. أما الآن عودة لمتابعة فقرات صباح الخير يا عرب. ما أبي شيء أنا جدا قنوع ما بي إلا أنت وكل تلو سماع. ما صرت أفرق بين جمعة وسبت من غبت عني ما أحس بالوقت حتى الأمان في دنيتي ضايع. تحية للرائع عبد المجيد عبد الله. أنا من عشاقه وعشاق فنه وإحساسه واختياراته الذكية والراقية وأكيد نتمنى له يعني حفل رائع الليلة وناجح واللي راح يكونوا موجودين ينبسطون رغم أن أنا وخالد البارح كنا نمخمخ نحن نكون موجودين في الحفل.